محايد. لا لا مش موضوع محايد. انا بص ما فيش حاجه اسمها محايد، انت مش وانا مش محايد. ليه؟ مين قال ان انا مش محايد؟ امير بص امير، ال 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 الحياد في الاعلام غلط. ليه؟ غلط؟ اه ليه بقى؟ الحياد يعني ان انت بتمسك العصا من النص، يعني ولا عايز تيجي على هنا ولا عايز تيجي على هنا لا ولا لا عايز كابتن، تبان. لا انت لازم تكون منحاز في الحق، يعني منحاز حلو في قوي. وجهة نظر اللي انت شايفها صح، ما هو ده الحياد يا كابتن، بتدافع عنها وبتقولها. ما هو ده تمام. الحياد. اه دي لا الحياد، الحياد لا حياد كله جميل كله حلو، لا 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 ما حدش يتكلم ما حدش يقول ما حدش لا، يعمل بتاع. الحياد ان لما يكون في حاجه سلبيه هنا تقولها، لما يكون في حاجه سلبيه هنا تقولها، يكون في ايجابيه هنا تقولها، في بالظبط. ايجابيه هنا تقولها، اه وتدافع عن وده الحق. وده هقول لك، وده في قناة عامة. بالظبط طبعا. اه لا في قناة النادي آه زمالك اهلي لا ما انا ينفعش. بتكلم بمناسبه رحيلك عن اه قناه انا بقول الزمالك، لك انا من ضمن الحاجات اللي اتخذت فيها اللي موقف، خليتك تمشي يعني. انا عقدي انتهى بقى لي شهرين بشتغل بلا تعاقد، انا بلا تعاقد وبلا مقابل. اه بلا تعاقد اه تمام. و عندي ستريس ضغوط، عايز اطلع بره الضغوط فاهم وبره قصدك. الستريس، عايز الموضوع يكون هادي، مش عايز الموضوع يكون مولع. انا نفسي والله ومن خلال وجودي هنا معاك، ودي رساله على فكره، ان انا يا امير انت مستضيف كابتن خالد الغندور، انت راجل اهلاوي وكنت في قناه الاهلي وبتاع، ايه يا عم خالد انت جاي مع امير ده، ده كان بينتقدك على قناه الاهلي وما اعرفش ايه وكده، ده بيتريق ده بيتريق. لا انا عايز ادي رساله لفكره يا جماعه، ان الناس ما احنا كوره، اتريقتش. ان احنا كوره، ماشي. ان احنا كوره، وان احنا يعني انت اخويا الصغير، وحتى لو عايزين نختلف عادي، ما انا هختلف وهنفضل طول الوقت وطبيعي نختلف. الاختفاء يبقى اه موجود. اختلف، انا اهلاوي انت زملكاوي، انا زملكاوي انت اهلاوي، مش دي قصه. انا في النهايه طالما بنتكلم كوره يبقى خليها في مجال الكوره فاهم خلاص، قصدك. هنقعد نتكلم انا ضرب الجزاء مش ضرب الجزاء، دي بنالتي دي ما اعرفش كل ده ايه. وارد في الكرة اه على فكرة. وعلى فكره انا مع التحفيل، مع التحفيل التحفيل بتاع زمان اللي هو اللي احنا بنهزر مع بعض، انا زملكاوي انت اهلاوي، يا عم انتوا اتغلبتوا الماتش اللي فات، يا عم انت ما تعرفش ايه، عادي جدا ده كوره. طب التحفيل اللي بيحصل دلوقتي بيبقى عبارة عن ايه من لا وجهة نظرك يا التحفيل استاذ؟ بقلة أدب بقلة أدب. بتطاول ده أمر غير مقبول بتقليل طبعا. لا غير مقبول، لكن هنحفل على بعض هنهزر مع بعض. صح. يعني أنا مثلا أنا لما باجي الزمالك يكسب أنزل عصير مثلا، أو الأهلي اتغلب مثلا أنزل عصير بهزار، دي حاجة عادية ما مش حاجة عيب. واحد تاني ما بيعرفش بياكل إيه ولا بيعمل إيه يعني، فاهم بس قصدي؟ ممكن الناس تقول لك طب انا لو مكان الكابتن خالد الغندور برضه عشان ما زعلش، مش عشان إحنا طبيعي على في فكرة جمهور على هيزعل، السوشيال ميديا. بس انا قصدي، ما انا فاهم، انا فاهم، انا قصدي مثلا يعني ممكن اطلع اقول النهارده الزمالك كسب، مبروك نادي الزمالك، كان موفق، استحق الفوز، الكلام من ده، الاهلي خسر النهارده، الاهلي استحق الخساره، والعكس. أمير ممكن الناس تفكر أمير كده. أنا الوحيد في مصر مع احترامي يعني لكل اللي موجودين في قنوات الأندية ومقدمي قنوات الأندية، كنت بطلع على قناة الزمالك أبارك للأهلي، وكنت بطلع على صفحتي أبارك للأهلي. تمام؟ ده يعني حصل مفيش كتير كتير. تمام. كتير والله، مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لجمهور الأهلي، ما أعرفش إيه، طيب. مالكش دعوة ما أعرفش إيه كانت بتحصل، لكن أنا بعمل كده يعني بعمل كده يعني هو ده، لكن أنا في النهاية بشجع نادي الزمالك، طيب. وأي مشجع في الدنيا ما بيشجعش غير نادي واحد. حلو قوي.